مرحبا للجميع ومساء الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا في الحلقة الثالثة من ما يسمى وأنا بقول عنه تجربتي في الحب. الكثير من الأخوة الأصدقاء المشاهدين، في منهم من بينتقد كلامي، في منهم من بيقول عني مش صادق في كلامي، في منهم من بيقول عني أي حكي. أنا ما عندي مشكلة، الكل إذا عندهم انتقاد يحكي لي إياه مباشرة وأنا مستعد لأي انتقاد، أو إذا مش مصدق كلامي ممكن يحكي لي بكل صراحة وبكل وضوح وشفافية ليش مش مصدق كلامي، وين النقطة اللي مش مصدقها في كلامي، وين بنتناقش. ما عندي أي مشكلة، بنتناقش وبنحكي بنرد، إذا برضو ما اقتنع برضو هذا وجهة نظره. الخلاصة إنه نرجع، كنا في الحلقة الثانية حكينا عن مصلحة الحب وحب المصلحة، وقلنا إنه هذا مش ما اسمه حب، هذا اسمه مصلحة، وفي فرق كبير بين الحب وبين المصلحة. الحب مشاعر عميقة كبيرة قوية صادقة، بينما المصلحة شيء منفعة مادية معنوية أيا كانت، بيستمر لوقت معين وبتنتهي كما بيقول المثل. وأنا كثير من الأمثال بصدقها وباخذ فيها، وفي كثير من الأمثال بكذبها، يعني مش بكذب بمعنى ده، ما بعتقد فيها وما بلاقيها مطابقة. لكن حب المصلحة أو علاقة المصلحة كزواج كعلاقة عادية فيها مصلحة، ينطبق عليها المثل اللي بيقول يا ماخذ القرد على ماله بيروح المال بيبقى القرد على حاله، يعني في النهاية لا يصح إلا الصحيح. العلاقة هاي مستحيل تدوم، بدوم سنة سنتين ثلاثة، لكن في النهاية إلها نهاية. بيكون العلاقة بين الطرفين علاقة باردة، باردة جدا بمعنى الكلمة، ما فيها دفء، ما فيها عمق، ما فيها شيء رابط قوي. يعني ممكن في أول أزمة تنهار العلاقة وتنتهي. هلا في كتير ممكن يسألوني هل أنت حبيت مصلحة؟ أنا أكيد لا، حبيته تصدقوا ما حبيته تصدقوا شيء، هذا قراركم وأنتوا أحرار فيه. أكيد ما بجبر أحد على أنه يصدقني، ولكن بالمقابل ما حدا يجبرني أنه أكذب وأقول شيء ما صار حقيقة وثقة، وما بدي أحلف مثل ما بحلف، كتر الحلفان كذب أنا هيك بشوف. المهم أنا حقيقة وصدقا عمري بحياتي ما حبيت مصلحة. أنا أعترف إنسان متواضع فقير على قد حالي، عندي عيوب أكيد، عندي ما بعرف، الناس اللي بتحكم أنا ما بحكمش على حالي. الناس بتقول إذا عندي طبائع كويسة منيحة محاسن كويسة العالم بتحكم، أنا لا، لأنه اللي بده يحكم على حاله بيكون كذاب. المهم إنه أنا شخصيا والله يعلم بما في قلبي، يعني أنا شخصيا عمري ما حبيت مصلحة، لأنه بالأساس صدقا ويقينا ما شفت إنسانة أقدر أحبها عشان مصلحة. صحيح شفت جميلات كتير بحياتي فائقة الجمال، شفت نساء كتير متعلمات مثقفات، وشفت نساء وعشرت نساء أغنياء، لكن سبحان الله ما حاولت ولا مرة في حياتي، أو مش أنا، قلبي ما هتف ولا لأي إنسانة من هدول الناس. ما حدا يسألني ليش، لأنه هذا شيء بيد الله أولا وآخرا، هو من يملك قلب الإنسان، ثم الإنسان اللي بيملك قلبه هو قلبه، عقله ما بيقدرش يسيطر على القلب،
وبذات الوقت القلب بيقدرش يسيطر على العقل. في ناس بيقولوا لا كلامي مش مظبوط، برضو لكم حرية القرار والاختيار. المهم شفت ناس، شفت نساء جميلات جدا جدا، حاولت أجرب أنه يكون في مشاعر بينه وبينهم، لكن والله للأسف ما زبطت نهائي. ما حدا يسألني كمان ليش. شيء في شيء اسمه شعور استلطاف بالأول، بعدين في شيء اسمه شعور تقرب، بعدين في شيء إعجاب. أنا صحيح أعجبت فيهم إناث، بنات، صبايا، صغار كبار، كل الأعمار. هلا في ناس حتقول عني من المؤاخذة النسوانجي، لا مش شرط، يعني مش معناته انه انا عم بحكي هيك انه انا ما كل يوم اقضي مع وحده، لا ما عز الله، ولكن انا عم بحكي من تجربه، من عمر، من سنين شفتها في هون في كذا بلد. شفت جميلات، تعرفت عليهم، حكيت معهم، كان في مش علاقة بمعنى العلاقة بيننا إنه صداقة أو أخذ وعطاء، لا مجرد حكي وعام بالعام، لكن مشاعر ما خلقت مشاعر بينه وبينهم إطلاقا. شفت نساء عندهم إمكانيات مادية ودامت بيننا علاقة كلام وحكي وأخبارك وأخبار ما من يعني مثل هيك، بس برضو ما خلقت مشاعر. عشرت كمان وشفت مثقفات متعلمات وبرضو ما خلقت مشاعر. سبحان الله ما حدا يسألني ليش، لأنه أنا لحد هلا فعلا مش عارف ليش ما حبيت إلا الناس اللي على مستواي أو بوضعي. وقسما وصدقا ويقينا إنه هاي مشاعر ما الإنسان ما بيقدر يتصنعها، هي بتخلق لوحده. مجرد إنك تشوف شخص قلبك لحاله بيهتف عليه، روحك بتلتقي بروحه. طالما التقت الأرواح وارتاحت، صدقوني حيكون في أمل إنه يكون في حب حقيقي. الأرواح إذا ما التقت ما ارتاحت، مستحيل يكون في حب. الحب ما بيجي من مجرد كلام إعجاب، استحالة، هذا ما بيكون حب، هذا بيكون كلام فاضي، هذا بيكون تضييع وقت، مصلحة. شفت متعلمات زي ما بقولت لكم، شفت مثقفات كتير، كان بيننا لقاءات، نقاشات، لكن ما خلقت مشاعر، لا من ناحيتي هن أنا، ولا يمكن من ناحيتهم هم، سواء اللي مبسوطين ماديا او الجميلات، يمكن الله اعلم خلقت من ناحيتهم مشاعر تجاهي بس ما صرحوا فيها، لانه انا ما صرحت، لانه انا اصلا ما كان في شيء تجاه حدا منهم. خلاصه الكلام، الحب روح، اذا امتلكت هالروح بصدق وإجت عندك روح تانية تكون صادقة بلهفتها عليك، بمشاعرها إليك، باتجاهها نحوك، حيكون في شيء خيالي. حب المصلحة، أنا حابوني مصلحة كتير، اللي من مش من الأغنياء، مش من المثقفات، مش من الجميلات، عادي متوسطات الجمال ارتبطت فيهم. هاي بداية هقول تجاربي مع ما يسمى حب من ناحيتهم، مش من ناحيتي أنا. أنا من ناحيتي تجاربه كانت مختلفة تماما، وهذه بيكون بداية كلامي عن الحب. الحب أحكي كيف، أحكي أول شيء يمكن تجربة أو اثنين على ما أتذكر. حب نقول مصلحة من ناحيتهم، أكيد في كتير ارتبطوا معي وارتبطوا فيه كمصلحة باسم الحب.
لكن أنا بعدين بنحكي، إلنا لقاء آخر إن شاء الله. تصبح على خير وتتمسوا بخير.